الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والسودان وفلسطين. شهدت الدورة غير العادية على المستوى الوزاري المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، تبادلاً لوجهات النظر حول سبل تفعيل الدور العربي القيادي في حل هذه الأزمة الممتدة، وبما يهدف بالأساس إلى تسيير الوصول إلى تسوية سياسية شاملة لها تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق وتحفظ وحدة وسلامة وعروبة بلاد، اتساقاً مع المرجعيات الدولية للحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254. توافقت الدول المشاركة في الاجتماع لأنه لا حل عسكري لهذه الأزمة، وعلى ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود العربية الجماعية للإسهام في حلها. تم اعتماد قرار يتضمن دعم الدول الأعضاء للخطوات المتخذة على صعيد تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية، وتأييد ما توصلت إليه اجتماعات جدة وعمان من بلورة مقاربة تنفيذية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما يهدف إلى معالجة جميع تبعات الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية. اتخذت الدول العربية قراراً باستئناف مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم 7 مايو 2023. أكرر مجدداً على ضرورة وفاء كل من الحكومة السورية والقوى الوطنية والمكونات السورية والمجتمع الدولي والدول المعنية بالأزمة بالتزاماتها كل اتجاه الآخر. ففي الوقت الذي تطلع به الدول العربية بمسؤوليتها في دفع الحل السياسي للأزمة في سياق الجمود الدولي الحالي، فإن على الحكومة السورية وكل الأطراف سالفة الذكر المسؤولية الرئيسية في الوصول لهذا الحل وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة لكي تعود سوريا إلى السوريين موحدة ومستقرة ومستقلة كما نسعى جميعا. فيما يخص السودان، فإن المجلس الوزاري العربي ارتأى عقد دورة غير عادية نظرا للتطورات الأخيرة والخطيرة والظروف الدقيقة التي يمر بها السودان الشقيق، والتي بلغت ذروتها منذ 15 إبريل الماضي، والتي لا يقتصر تأثيرها على السودان وشعبه ولكن يمتد إلى كل دول الجوار السودان وعلى رأسها مصر وكل دول المنطقة، على ضوء ما يجمع السودان بتلك الدول من علاقات متشعبة في مختلف المجالات. إن الموقف المصري منذ بدء الفترة الانتقالية في السودان ارتكز على دعم السودان على كافة المستويات والمطالبة بوقف الفوري لإطلاق النار والاشتباكات المسلحة، حرصاً على حياة المدنيين وحفاظاً على مقدرات الدولة السودانية الشقيقة، ودعم الجهود العربية لحلحلة الأزمة انطلاقاً من ارتباط الأمن القومي للبلدين كل منهما بالآخر. وحثت مصر الأشقاء في السودان على الحوار والعمل معاً كشركاء لا كخصماء. هناك أهمية وضرورة بالغة للتحرك العربي السريع والمؤثر حالياً، ومن هنا جاء قرار إنشاء لجنة اتصال من بين أعضاء الجامعة العربية تهدف لوقف إطلاق النار والسماح بالممرات الإنسانية لاحتياجات المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم تعريضها للخطر الانهيار الذي يهددها حالياً. وكعادتها في موقفها الثابت من الترحيب بأشقائها السودانيين، استقبلت مصر منذ اندلاع الأزمة حتى الآن عدد وفير من المواطنين السودانيين، كما ساهمت في إجلاء نحو 4000 من الرعايا الأجانب في السودان خلال نفس الفترة. هناك حتمية لعودة للحوار السياسي في السودان في هذه اللحظة التاريخية الفارقة والتي يتعرف فيها الوطن لأخطار وجودية ووضع اعتبارات مصلحة السودان وأمنه فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى. من ناحية أخرى، انعقدت اليوم دورة غير عادية على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين. تم خلالها تناول التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وسبل مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني، وكيفية العمل على إحياء العملية السياسية وإطلاق عملية تفاوضية تهدف لتحقيق السلام العادل والشامل وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. شكراً على حسن الاستماع.